بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. إن منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في تعليم السنة إنه كان بيهتم صلى الله عليه وسلم بتعليم النساء كما يهتم صلى الله عليه وسلم بتعليم الرجال كل شيء. وكانت مجالس العلم اللي بتعقد واللي كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعملها كان بيحضرها الرجال والنساء ليتعلموا الوحي الشريف من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلموا القرآن الكريم ويتعلموا السنة النبوية المطهرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم جدا ومهتم جدا بتعليم المرأة، وكانت دي يعني واضحة جدا في المنهج النبوي الكريم في تعليم المجتمع النبوي. اهتمام النبي بتعليم الرجال، واهتمام النبي بتعليم النساء، واهتمام النبي بتعليم الصبية والشباب، كل ده مندرج في الرعاية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام مهتم بتعليم الجميع. وكان من اهتمام حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان عنده حرص أنه يفهم النساء صلى الله عليه وسلم، يفهمهم الوحي، وكان يرشدهم إلى ما يحتاجون إليه في أمور الحياة المختلفة. وكان يجيب النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلة النساء، وكان صلى الله عليه وسلم يحفظ لهم حقهن في كل شيء. لذلك كان واضح جدا دور المرأة اللي كان واضح في المجتمع النبوي في مجالات كتيرة جدا، لأن المرأة كانت قبل كده يعني في الجاهلية شيء مختلف تماما، واضح جدا قوي من مقالة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما بيقول: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، ما لهمش يعني كده وزن عندنا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فده كان وضع المرأة في الجاهلية، لكن في زمن النبوة الشريف في المدرسة النبوية العظيمة كان للنساء
وضع ومكان ومكانة. تعلمت الصحابيات من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الشريف، وقاموا برواية الحديث الشريف. عشان كده وجدنا في كتب رواة الحديث الشريف إن فيها أبواب خاصة بالنساء والراويات لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت لدى النساء دقة شديدة جدا في ضبط الحفظ وفي إتقان الحمل والتلقي في الرواية. وأشيد كثير من المتخصصين في هذا الباب أشادوا بدورهن، بدور النساء في حفظ السنة النبوية المطهرة. والحقيقة إذا احنا بنقرأ كتير من الروايات وبنرجع لكتير من كتب الحديث هنجد العظيم من الشواهد والكثير من الروايات اللي بنشوف فيها مدى كمان حرص النساء في زمن النبوة على تلقي الحديث وعلى تعلم الحديث وكمان على تعليم الحديث النبوي الشريف. في أمثلة كتيرة جدا، منها إنه جاء نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك مع الرجال، رغم أن النبي أذن لهم بيقعدوا ويحضروا المجالس لكن هم عايزين حاجة خاصة بيهم. فقالوا له احنا ما نقدرش يعني نسألك وناخد راحتنا في مجالس بيزاحم العدد كبير جدا. فطلبوا منه وقالوا له واعدنا منك، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه، اجعل لنا يوم خاص بينا احنا النساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام موعدكن بيت فلان، وجاء إليهن في ذلك اليوم صلى الله عليه وسلم ولذلك الموعد فوعظهن وأمرهن. قال أبو هريرة فكان مما قال لهن من ضمن العلم اللي تلقوه ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة من المجموعة اللي كانت بتحضر المجلس، مجموعة النساء اللي النبي خصص ليهم مجلس خاص بيهم بناء على طلبهن، فقالت امرأة منهن أو اثنتان، يعني لازم اللي تقدم تفقد ثلاثة بس، طب اللي فقدت اثنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أو اثنتان. فبين لهن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى وعد أهل البلاء الصابرين على ما أصابهم عظيم الأجر والثواب عنده سبحانه وتعالى. والحديث ده في الحديث ده برضو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي ابتلين بفقد الولد بالأجر الجزيل المترتب على الصبر على هذا البلاء. وهم كمان في هذا الحديث زي ما ذكرنا طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام إنه يجعل ليهم يوم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يعظهم فيه ويحدثهم فيه. وبعد كده ذكر الحديث فقالوا له غلبنا عليك الرجال، يعني الرجال هم يعني الأكثر جلوسا وهم بيقعدوا معاك وبياخدوا راحتهم أكثر والاستماع إلى كلامك، احنا كمان عايزين لنا يوم. فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام لهن يوما ووعظهن وذكرهن بجزاء البلاء، الصبر على البلاء. وأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه ما من امرأة يموت لها ثلاثة من الولد في حياتها يعني إلا كان البلاء الشديد ده بفقد الأولاد الثلاثة، ثلاث خبطات، ثلاث ابتلاءات، الصبر عليها بيكون حجاب وحاجز لها من النار. فقالت امرأة ومن مات لها اثنان يا رسول الله هل لها مثل ما مات لها ثلاثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم واثنتين، واللي عندها اثنين وفقدته، يعني فمن مات لها اثنان من ولادها في حياتها كان هذا البلاء، الصبر على هذا البلاء حاجز ومانع لها من دخول النار. لأنه قد يصاب المؤمن بأي ابتلاء فيكون في إيمانه من القوة ما يجعله يصبر بها على هذه المصيبة، وربما لو اتكررت المصيبة عليه لا يصبر عليها. فلذلك
جاء الحديث هنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم فيه النساء ويحدثهم بهذه المعاني الراقية في مسألة الصبر على احتمال البلاء، إنه صار من تكررت عليه المصائب فصبر عليها أولى بجزيل وعظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأنها امتحان تكرر. ونعمة الولد نعمة مش هينة في نفس الإنسان، نعمة الولد من أعظم وأجل ما يعني يسعد ويسر به الإنسان في حياته، حتى إنه الإنسان تجاه ولده يرضى إنه يفدي أولاده بنفسه، يعني ده اللي معهود في دنيا الناس، ومش في دنيا الناس بس، وفي دنيا كمان وفي حياة البهائم حتى يفدي ولده. فلذلك قصد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه يوضح مسألة الابتلاء، الصبر على البلاءات وبالذات إذا تكررت في الدنيا، جاب أعلى صورة، أعلى أنواع المصائب وهي فقد الولد، وجاب صورة يعني صعبة جدا على الأنفس، وحظ بكلامه وبما حدث به الصحابيات رضوان الله تعالى عليهن وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنه حظهن على الصبر الجميل إذا ما وقعت إحداهن أو وقع على إحداهن هذا المصاب الشديد. والحقيقة إنه في هذا الحديث جاء الخطاب مخصوص للنساء، وإن كان المعنى ده معنى عام، ودي لفتة مهمة جدا في منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تعليم النساء، مع إن المعنى ده يشمل الجميع. يعني قصد في هذا الخطاب في هذا الحديث النساء، لأن هم طلبوا منه مجلس وجلس إليهن وحدثهن بالحديث، وقصد بالخطاب العام كل المسلمين فيما روي في روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار. يعني دول هيكون صبره على هذا البلاء حجاب له أنه ما يدخلش النار. طيب هو لما كلم النبي عليه الصلاة والسلام النساء ووعظهن وأمرهن وحدثهن بحديثه صلى الله عليه وسلم، وبعدين بيكلم كده المجتمع النسائي في شخوصهن رضي الله عنهن، والمعنى ده قايله بصيغة العموم في موضع آخر، ده تقدير من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام للنساء، وإن ليهم مكانة، وهي إشارة للمسلمين بعد ذلك برعاية النساء وبجعل لهن مكان في مجتمعهن إذا أرادوا التعليم وإذا أرادوا التعلم وإذا أرادوا إن هم يعلموا. هذا هو منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وإن كان حدث بذات المعنى الذي يشمل النساء والرجال، إلا إنه لما جاي يكلم النساء خصهن بالخطاب، وده مزيد تكريم من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث اللي سقناه يعني في هذا الباب للاستشهاد على إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان في منهجه في تعليم الحديث والسنن يرعى أن يتلقى عنه كذلك النساء، وبرع النساء في رواية الحديث، حتى أنك هتجد كتير من أهل التحقيق في هذا الباب يقولك كان أكثرهن كانوا أصحاب حفظ شديد، وكان نادر جدا أن ترد رواية امرأة حافظة راوية للحديث الشريف، فتميزنا على الرجال كذلك في هذا الباب. في هذا الحديث بنشوف صحيح النبي عليه الصلاة والسلام وضح إليهن عظيم أجر من أصيب بفقد أولاده، وذلك إذا طبعا الإنسان صبر ولم يقل قبيحا وقال طيبا كقولنا إنا لله وإنا إليه راجعون، وتأدب الإنسان في تلقي الأقدار، وفيه هذا المعنى العظيم الذي حدث به الرسول الكريم النساء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن اللي تلقوا عن حضرته هذا المعنى الشريف. كمان في هذا الحديث جلي وواضح عناية الجناب النبوي الشريف بتعليم النساء صلى الله عليه وسلم، عناية النبي الكريم بتعليم النساء، وده واضح جدا في تخصيص هذا المجلس لهن، وسؤال النساء فيه عن أمر دينهن، إن هم يجتمعوا بالنبي ويسألوه،
والرواية بتوضح وبتؤكد على دعم النبي عليه الصلاة والسلام، دعمه للنساء نفسيا وعلميا وعمليا، لأنه النبي جعل لهن مكانا ومكانة، يجيب صلى الله عليه وسلم على أسئلتهن ويعظهن ويأمرهن ويشرح لهن ويبين لهن، وهذا كله كان موجود مع إذنه صلى الله عليه وسلم لهن، أي للنساء، بالمشاركة والحضور في المجالس عموما وشهود صلاة الجماعة والأعياد وكمان البيعة اللي قاموا بيها. كل ده أثمر عن وجود راويات للحديث الشريف كثيرات، وهذا من ثمار العناية النبوية بتعليم النساء الوحي الشريف. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام، يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. مرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون، مرحبا بالجميع. نذكر حضراتكم بموعد لقائنا، احنا بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وبنكون في شريف استقبال أسئلة السادة المشاهدين معانا على الهواء مباشرة، قدر الطاقة بنجيب على أغلبها في ذات الحلقة. يوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بتفد على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا اللي بنتلقى عليها الأسئلة. الأجوبة بتكون فيها قدر من التفصيل غير وقت الهوى، بتكون الأجوبة سريعة. كمان يوم الأربعاء بنعرض على حضراتكم فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة، وده الفقرة اللي كانت بتتعرض يوميا في شهر رمضان الفضيل، بنقسمها يعني على طول العام بتيسير الله، ان احنا بنعرض كل فقرة كل يوم أربعة. معانا ست أم مريم. السلام عليكم دكتورة نادية، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ست أم مريم تكلمينا من انجلترا. الله يخليكي. انا طبعا احب يعني ان انا اشكر حضرتك على علمك واستنارتك، وانا متابعه يعني متابعه لحضرتك بقالي سنين، وكنت عايزه اخد راي حضرتك في حاجه. دلوقتي انا عايشه انا وزوجي بره مصر، وعندنا مشروع صغير، الحكومه بتقدم تمويلات للمشروعات الصغيره. معلش انا اسفه ان صوتي بس عشان بتكلم بسرعه فصوتي مش واضح. فبتقدم تمويل للمشروعات الصغيره، هو مستحرم ياخد الفلوس دي عشان دي قروض، بس هي يعتبر قرض، يعني الفايده مش فايده السوق، والمقرض هو الحكومه علشان المشاريع الصغيره كنوع من التنشيط. فهو مستحرم ياخد القرض ده، وهي هناك تحت بند التمويل.
هي داخله تحت بند تمويل حاجه من الحكومه، تنشيط للمشروعات تمام الصغيره تمام بس. فهو طبعا احنا كان في قدامنا برضو ان احنا نشتري بيت بتمويل، هو رافض مبدا التمويل، فبيقول لي طالما ان احنا قادرين ندفع الايجار فاحنا نعيش في ايجار ما فيش مشكله، بس ما نخشش في حرمانيه الربا. فجاء دلوقتي التمويل بتاع الحكومه للمشروعات، طبعا هو هيساعدنا في التوسع بتاع المشروع. احنا الحمد لله الدنيا ماشيه، بس يعني في التحرج من ان احنا ناخد الفايده دي اللي الحكومه منزلاها ولا لا، ده حاضر. سؤال. الحاجه الثانيه حضرتك، الحمد لله بفضل الله انا كتدين وكالتزام الحمد لله انا ملتزمه والحمد لله واصله مع ربنا الحمد لله رب العالمين لحاجه كويسه. في فتره كل اموري كانت متلخبطه جدا، وانا شكيت ان ممكن حد يكون عامل لي سحر او حاجه. اقول لحضرتك بمنتهى الامانه، اضطريت، مش اضطريت، هو انا مش اضطريت، بس انا باختياري فعلا رحت لحد المفروض انها متدينه وبتعرف، يعني المفروض ان هي متدينه برضو على قدر من العلم، لكن هي بتشوف، يعني تشوف لو في اسحار او في حاجه بس. فانا طبعا لجأت لها وسالتها، وهي قالت لي انت ما عندكيش سحر، بس انت امورك بتقف من كلام الناس في امورك، ده بيسبب لك دايما المشاكل، فدايما يعني هي قالت لي خبي امورك، يعني لان انت كل حاجه بتقوليها بتبوظ. بس فانا وهي كلامها عشان كان صح، ده بصراحه قربني من ربنا، لان يعني عرفت ان في الاخر ربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم في كل شيء. بس في نفس الوقت انا عارفه الحديث ان اللي بيروح لدجال او عراف كفر بما نزل هي على بس محمد. هي انا مش طبعا هي مش دجالة ولا عرافة، هي لا لا مش بتنصحك دجاله ولا عرافه، هي بس. ممكن تكون بقى على اتصال مع قارنها او كده. وهي انا بصراحه بغض اقولها النظر حاجه مش تانية، هنقعد نقول كلام، احنا ما نعرفش هي لو حد دين وملتزم اتصالها بالله مش بحاجة تانية. لو هي حد دين وملتزم انا ما اعرفش العلم اللي بيجي لها ده، هل انها من علمها كواحده ممكن تكون متدينه درست ولا من قرأت علمها انها شافت. متصله بحاجه، يعني لا انا بس انا الفكره اللي بتقوله صح، يعني الفكره ان اللي هي اللي قالته صح. الحاجه انتي الثانيه من النوع اللي بينشر اموره، بيتكلم عن حياته الشخصية، بيحكي، ده طبيعتك لا شوي يعني خالص، انا شخصيه كتومه امال هي جدا. بتقولك ليه ان امورك عشان معروفة فبتتحسدي، يعني ايه ده اللي عايزة تقوليه؟ على مستوى العيله الحاجات الضيقه الدوائر الضيقه، انا مش من النوع اللي بنشر اموري، بالعكس انا شخصيه وانتي كتومه جدا، وانتي بس اي حاجه بتتعرف فعلا عني الموضوع بيبوظ، ده حقيقي. تمام. الفكره في حاجه، معلش انا اسفه حضرتك، حاجه تانية، هي قالت لي انت عندك مس عاشق، ده اللي بيبوظ لك برضو حاجات كتير، وانت داومي على الصفات وقاف صور القرآن وياسين والواقعة. أنا طبعا أنا الحمد لله أصلا قارئة للقرآن وملتزمة بكل شيء، ومن ساعة ما التزمت بالصور دي فعلا في أحوال عندي تمام، اتحسنت، لكن أنا من غير برضو ما أعلم نعتقد في مس الكلام اللي هي قالت عليه ده. من غير خلاص يعني أنا بس. في جانب كويس أنا عملته واستفدت بيه جميل. وقربني من ربنا سبحانه وتعالى، والجانب التاني أنا مش عارفة مدى صحته، وطبعا حاضر أنا عمري ما حاضر. هصدق برضو في الكلام ده. تمام. وأنا برضو عايزة برضو أنا في مخي الحديث اللي بيقول اللي بيروح للعراف أو الدجال كفر بما لو نزل على محمد، اشتهر، أنا ما لو كفرتش. كانت هي، ما أنا سألتك قلت لك هي كده، أنت قلتي لا هي ليست كذلك أي مكان وضعها. بس أنا هرد عليك يا ست أم مريم. شكرا ست أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا عم دكتورة أهلا وسهلا. الحمد لله ست أم عبد الله، الحمد لله. أنا كنت عايزة أقول لحضرتك حاجة، أنا أمي. أمي أعظم أم في الدنيا، وهي واحدة جدا، وأنا آسفة لو قصرت معاها، خليها تسامحني. هي هي كانت تعبت جدا عشان تربينا، وما تسلمش عشان نديها حقها، وسابتنا ومشيت. أنا مش قادرة أقول إن هي ماتت، بس مش قادرة، وهي وحشاني جدا، سامحيني، خليها لا تسامحني، خليها تسامحني، أنا تعبانة من غيرها، إحنا كلنا تعبانين، تعبانين ومش قادرين نعيش من غيرها. إن هي تعبت جدا، ربت 10 يتامى، ربت 10 يتامى ما استنتش حد ياخد منها حاجة أو يديها حاجة، وسابتنا ومشت. لما جينا نديها ونعملها مشت بسببتنا، وما رضيتش تستنى تقعد معانا. احنا قعدت اسبوع في المستشفى، احنا ما رحنا لهاش، بس والله الظروف اللي منعتنا، واخونا كنا خايفين ان احنا نروح لها في المستشفى، كنا ما كناش متوقعين ان هي هتسيبنا وتمشي، بس مشت. وكل ما كنا نرن على اخونا ان احنا نروح لها كان يزعجنا، قلنا ايه حاجه تعملوا حاجه، ما فيش حاجه تعملوها،
حتى هذه هي. يعني كانت في العناية ولا كانت في غرفة عادية يعني؟ لا هي كانت تدخل العناية وتدخل الغرفة. يعني فأنتوا أهملتوا ما زرتوهاش؟ لا احنا أهملناش، احنا رمحنا بيها وودناها المستشفى. أنا فاهمة، لكن ما زرتوهاش أثناء وجودها في المستشفى، ده اللي أنت قصدك عليه. ده اللي أنت شايفة أنك في تقصير يعني. إن هي ما شافتناش لما مشت، وهي كانت بتحبنا جدا. إنه إيه يا فندم؟ هي كانت بتحبنا جدا جدا. الله يغفر لها ويرحمها. كانت لو احنا تعبانين كانت بتحس بينا من غير ما نقول. عشان أم. لما هي جابت ما قعدناش. أنا عايزاكي تهوني على نفسك يا ست أم عبد الله. هوني على نفسك ومن هنا لغاية ما تسمعي الإجابة نسأل الله سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب. وتستغفري كده وتصلي على سيدنا رسول الله وتدعي لها بالمغفرة والرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. السيدة ست أم حمادة، اتفضلي يا فندم. ست أم حمادة. ألو مدام. أهلا وسهلا مدام شيماء، اتفضلي يا ست شيماء. بس هستأذنك نوطي التلفزيون بعد إذنك وتسمعيني من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بس أنا حضرتك أنا بتصل عشان أنا كنتي متجوزة راجل، يعني اتجوز عليا وهم أخواتي دلوقتي اللي بيحبوا يسمعوا البرنامج ده حضرتك، فبوصل رسالتي عن طريقهم في البرنامج بتاع حضرتك. وبترجى إن يعني ربنا يكرمها كده وتهدى على ابني، لأن كرشت ابني من الشقة وقفل الشقة وخدت تمكين وخلت ابني او انا وابني ان احنا ما نقعدش في الشقه. اللي هي ايه الزوجه الجديده يعني؟ لا اخته الزوجه الجديده كانت اخذت مكاني، واحنا كنا مأجرين شقه فعادي قاعد مفتوحه. فطبعا انا كانت والدتي في حاله صحيه كده، ما كانش الله يرحمها تتوفى، ما كنتش قادره ان انا اروح. فهو اتجوز فيها جوازه ثانيه. فجيت قعدت مع اخواته وكنت بروح واجي على والدتي، فقالوا لي خلاص خليكي قاعده مع والدتي في مركزش اللي انت تقعدي، كرشنا من الشقه انا وابني ومنعونا ان احنا نخش الشقه. حتى لما رحت في الاجازه عشان خاطر ان انا قاعد ابني في وسطهم كرشونا ونزلونا في القسم وبهدلونا بهدله ما كانتش قلبانه على الخاطر، وعشان تلفها محامي وانا ما كانش فيه امكانيه انا اقوم محامي فانتصروا عليا وكرشونا من ملكنا، مش ملكنا هو جد ابني وسته ورثه، وانا كنت على ذمته انا مش مطلقه. هو مات ولا ايه؟ ما يبقى له ابني عنده سنتين دلوقتي، ابني في سنه سته. طب وكل الوقت ده انت ما انا كنت بروح وبودي وما كنتش عايزه مشاكل في وسطهم وما كنتش، بس ابني بيكبر، ابني بيكبر وانا كنت بقول خليه في وسطهم واروح واجي، والشقه اصلا مقفوله يعني هي مرتاحه ماديا مش محتاجه الشقه، والاسم بقى وقت صفهم وما سلكتش، انا ما عرفتش اقعد في وسطهم، ان انا كنت بس عايزه اخد ابني في حقه. يعني انا ماليش شقه، الشقه اللي كانت موجوده يعني انا كنت عاملين قرض وزنقت ناس عشان ناخدها اتجوز فيها بنت عمه، تنزلني البنت عمه ظروفها والدنيا انا بسكت، بس انا دلوقتي ما كانش ليا مكان. ربنا يصلح الاحوال. منعوني اقعد في وسطهم انا وابني. فانا دلوقتي ابني بيكبر وظروفي بتتغير، يعني انا لو انا دلوقتي ابني دوت يعني ما فيش مكان ان هو يقعد فيه. انا قاعده في بيت العيله ووالدتي اتوفت، وطبعا برضه الدنيا مش متظبطه، رحت عشان خاطر اقعد في وسطهم وهم ما قبلوش ابني ولا قبلوني، مع اني انا ما ضرتهمش بشيء. ومن غير مشاكل ومن غير اي حاجه يعني. كان لا عشان عشان أخوه. طيب هو لما الوالد والده توفي هو مش كان في بقى اعلام وراثه وكده وكل واحد ياخد حقه؟ طب كانت حماتي انا، ده بيت حماتي. فبيت حماتي توفت، جوزها اتورث وهو وابنه ابنها قبل ما يموت اللي هو كان جوزي، انا جوزي وحيد ما عندوش اخوات الا البنات بس. فطبعا من هو ورث امه وورث ابوه. بس لا ابوه اللي توفى الاول، بس هو كان ده بيت امه مش بيت ابوه.
بيت حماد ابو حماتي. تمام. ما هو قال إليه، قال إلى زوجك ده اللي هو المتوفى. فهو حق جوزي برضو الله يرحمه. فلما توفى كان ابوه كان بيود وكان كل حاجه، فانا كانت والدتي كانت في صحه ما كانش ينفع ان انا اسيبها. طيب الطلب بتاعك يا ست ام حماده او الرساله اللي انت عايزه توجهيها يا مدام شيماء، الرساله اللي عايزه توجهيها ليهم وجهيها. ان هم يسمعوني، يمكن ربنا يكرمهم عشان خاطر العيل ده بيكبر يبقى في وسط اهله. يعني مش عارفه هم بيرفضوا ليه او مش عايزين نقعد في الشقه ليه. ربنا خد التمكين وقفلاه. طب ازاي كده وعشان خاطر هي بيت اهلها وانا طبعا مرات ابنهم، فما قالوا لا هي مش مقيمه هنا، الناس واقفين في صفهم وخد التمكين وهي قافله الشقه. يعني انا لو مش قاعده في بيت اهلي والدنيا طبعا مخنوقه مع الواحد، فما مش لاقيين لنا مكان. طيب عيل زي ده يعني بترجى ان اظن اي حد. اظن ان انت بلغتي ليهم رسالتك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأذن بفرجه. أسيب حضراتكم مع الفاصل، وبعد الفاصل نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بإذن الله تعالى. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام. الست ام مريم عايشه بره مصر، عايشه في انجلترا، وبتقول انه بيدوا هناك تمويلات للمشروعات والصغيره، وبتقول ان الزوج متحرج لتكون دي صوره من صور القروض، ولكن دي اللي بيوفرها الحكومه مش بيوفرها افراد. وهي عايزه تعرف ينفع ان هم يعني ياخدوا هذا التمويل ولا لا. يعني يعني دي مسألة أو حكم معاملة بنكية في بلاد الغرب، وبالتالي بنبتدي نشوف يعني دول مش في ديارنا، في ديار أخرى غربية. ولو كانت الحقيقة الحالة زي ما حضرتك وصفتي بأنه ده تمويل الحكومة هناك بتقرضه أو بتعطيه للمواطنين، فهذا أمر جائز لاختلاف توصيف عمل البنوك. هم وصفوهوش قرض، وصفوه بأنه تمويل. طيب لو كان قرض، لو كانت المسألة بالنسبة ليكم في بلاد الغربة دي أمر ضروري جدا، فإحنا عندنا القاعدة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أنا مش لاقي حد يديني، والتمويل ده قد ييسر علي أمور كثيرة في إنشاء المشروع ده والقيام به، وبالتالي أنا أكون أكثر استقرارا وأقدر إن أنا أثبت أقدامي أكثر. فالمسألة بالنسبة لكم إذا كان أمرا ضروريا هناخده من باب فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وبرضو هنزيد هذه المسألة بدليل آخر عند السادة الأحناف. هم عندهم العقود الفاسدة، هم بيسموها كده العقود الفاسدة، هم يقصدوا بيها العقود اللي هي مش منضبطة بالضوابط الشرعية 100% اللي بتكون خارج ديار المسلمين. هم عند الأحناف إنها غير ممنوعة، لأنه الإنسان اللي بيقيم في الخارج ده منضبط بالقواعد العامة اللي بتحكم عمل أو سير حياة المواطنين في الخارج، فتقدروا برضو يعني تشوفوا الوضع بتاعكم أي حالة من الحالات اللي أنا اجتهدت قدر الطاقة إن احنا نظهرها ونبينها ونفصلها لحضراتكم. بالنسبة للسؤال، وده هينطبق برضو في مسألة المنزل يا صاحبة سؤال الست أم مريم، السؤال الثاني ان هي في يوم شكت ان اتعمل لها سحر لانها حصل لها تشويش ولخبطه، وبعد كده بتقول انه راحت لحد هي مثقفه دينيا، بتقول نصحتها بان امورها لما بتتعرف بيحصل ان احوالها بتقف وبيحصل لخبطه، وبعد كده اوصتها بقراءه الصفات وقاف وبعض صور القران الكريم. والسائله بتقول انا لما قرات هذه الصور حسيت ان انا انضبطت ورجعت مره ثانيه. فبتقول لها هو الموضوع ده كان بسبب مس عاشق. يعني بغض النظر عن التوصيفات الملخبطة دي، اللي احنا بنفهمه ان خذ من القرآن ما شئت لما شئت، وان انا اروح بشأن ان انا اسأل حد انا معتقدة انه متخصص مش عارفة انه دجال، انا رايحة لحد انه متخصص قارئ له في هذا المجال بعلم مش دجل،
ففي الحالة دي أنا ما ينطبقش عليا الحديث اللي مخوف حضرتك. وطالما أنها بتنصح أنه الإنسان يحصن نفسه بأمور شرعية، هي ما قالت لكيش خدي الحجاب ده ولا خدي، لا هي أوصتك بقراءة بعض سور القرآن بنية الشفاء، فلا حرج فيما فعلتي. والأولى للإنسان المؤمن أنه دوما يحافظ على التحصينات الشرعية على الدوام، أذكار الصباح أذكار المساء، أما يحس بعض الأمور يقرأ القرآن بنية الشفاء، وده أمر مهم المؤمنين والمؤمنات يخلي بالهم ينتبهوا إلى ذلك، يتعلموا التحصينات ويعلموها أولادهم يا صاحبة السؤال. ودوما نستغفر الله من الحاجات اللي الإنسان بيعملها عمدا، أو الحاجات اللي الإنسان بيعملها وليست لديه نية الخطيئة فيقع فيها بالخطأ أو بالسهو. وإحنا تعلمنا في خواتيم سورة البقرة، في الدعاء العظيم اللي في خواتيم سورة البقرة، إن الإنسان بيستغفر الله ويسأله الرحمة والمغفرة فيما تعمد فعله وفيما أخطأ في فعله. والإنسان ممكن يقع في ارتكاب الخطيئة بالخطأ وليس بالعمد. وعلى كل حال علمنا الله تعالى أن ندعوه بهذا الدعاء عشان يشمل كل تصرفاتنا اللي تعمدنا فيها أو لم نتعمد فيها. فنقرأ ده في دعاء خواتيم سورة البقرة. بالنسبة لي الست أم عبد الله، أن والدتهم توفاها الله، وهي بتقول إحنا كما كانت تبكي، وأنه الأم قعدت في المستشفى أسبوع وتوفيت ومربية 10 أيتام، وأن هي شايفة أنهم ما قاموش بأنهم شكروها، وأنهم ما كانوش بيروحوا لها المستشفى عشان الإخوة الذكور بيقولوا لهم أنتوا هتروحوا تعملوا لها إيه، يعني أمر وعدة. وفي شيء يبرد قلب الإنسان الذي قصر، سواء قصر عمدا أو بغير عمد، إن البر بالأموات عموما متصل وغير منقطع، وده من رحمة رب العالمين بينا. وأنا دلوقتي في حال وفي وضع يتحتم علي أن أنا أتصبر، ومن يتصبر يصبره الله، فنتصبر وكل شيء بتقدير المولى سبحانه وتعالى. وكانت الرعاية أكيد لازمة لآخر لحظة، لكن نحسن بقى لها، واللي انتوا بتعملوه من خير يصل لها الأجر إن شاء الله تعالى، وتسعد وتهنأ بيه، وتبقى عارفة مين قرأ لها إيه ووهب لها إيه، ومين أطعم عنها كذا وإنه وهب لها الثواب، ومين تطوع بصلوات ووهب لها الثواب، ومين اعتمر ووهب لها، كل حاجة بتوصل بأمر الله تعالى. فاللي شايفاه تهوني على نفسك، لأن مفيش فايدة من استمرار الحزن، بل استمرار الحزن قد يجعل الإنسان أو يضع الإنسان في ضيق وحرج، ويجعل الإنسان في حالة في دائرة اكتئاب، ربما يوصله لدائرة اكتئاب مرضية، ويمنعك عن الخير اللي تستفيد بيه دلوقتي في الدار الآخرة من صنائع المعروف اللي الإنسان ممكن يعملها ويهب ثوابها إلى هذا المتوفى. لكل واحد ليه فضل عليه. لإنسان شايف أنه قصر مع والديه فعايز يجبر ده أو يجبر هذا التقصير قدر الطاقة بما يصنعه من خير ويهب الثواب، فبدل ما ضيع وقتي في هذا الكلام كان لازم أن احنا نروح له وكان لازم نشوفها. طبعا لابد أن احنا كنا يعني نبص عليها كده ونطبط نحسسها أن احنا جنبها، ولكن دي أقدار، ما احنا ما عملناش، ما قصرناش عندها، ربما سهوا، ربما كتكاسل، أي ما كان السبب في إيدي حاجة مهمة أقرأ القرآن، وبعد ما صدق اللهم هب مثل ثواب ما قرأت إلى روح أمي، أطعمت الطعام اللهم هب ثواب ما أطعمنا إلى روح أمي، ربنا كرمك وعملتي عمرة أو حجيتي، وتكوني طبعا حجيتي عن نفسك قبل كده واعتمرتي عن نفسك قبل كده، اللهم لبيك بعمرة عن أمي، لبيك اللهم بحج عن أمي. وهكذا يصنع الإنسان، أدعو لها بالمغفرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فأدعو لها بالمغفرة والرحمة حال الحياة وبعد الوفاة كذلك، ولا يغفل أبدا الإنسان عن ذلك. وكنت ألاحظ شيخي رحمة الله عليه فضيلة الشيخ محمد مصطفى دبش، وكان من كبار فقهاء مدينة محافظة الإسكندرية، وأنا يعني يروق لي ذكره لنترحم عليه لأنه صاحب فضل علي كبير. كنت ألحظه بعد الصلوات المفروضات يدعو لوالديه ويقول ربي اغفر لهما، ويقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. فكان دائم الدعاء لوالدي عقب الصلوات المفروضة بيدعي بأدعية كثيرة، أولى هذه الدعوات أنه كان يدعو لوالديه عليه الرحمة والرضوان.
فانت استكثري من صريع الخير ووهبي الثواب. بالنسبه للست شيماء، عشان ما تزعلش يعني ان اخطانا في اسمها، انها يعني في مشكله انها كانت متجوزه رجل وبعدين تزوج عليها، وبعد كده هي كانت على ذمته، وبعد ما توفاه الله كان ابنها صغير عنده سنه او سنتين، الابن النهارده 6 سنين يعني من فتره، والاهل اخته هي طردتهم من البيت. يعني الارمله ليها حق، يعني وانت بتتكلمي عن حقك كارمله في السكنه وفي ميراث هذا الصبي او هذا الغلام، دي مساله نزاعيه. انت انا سبت حضرتك تقولي الرساله اللي حضرتك تفضلتي بيها لاسره زوجك المرحوم، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويغفر ويرحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم امين يا رب العالمين. المسائل النزاعيه اللي بتكون بين الناس بتحتاج لمحامي ماهر امين عشان يبحث المساله دي ويحاول انه يستفي، يقوم باستيفاء، يحصل ليك ويعرف الحقوق بتاعتك ايه عشان يقدر يساعدك انك تاخدي حقك. ده لابد من هذا. برضو في مسألة تانية بننبه عليها، لأنه المسألة دي يعني مكرورة بتحصل كتير، إنه ما ينبغيش على الإنسان أن يسكت على حقه أو حق أولاده في الميراث بعد وفاة الزوج، لأن له حق ولك حق. وإحنا في نفس الوقت بنحذر من أكل حقوق الناس بالباطل، لأن ده ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فإحنا مش محتاجين عوائق في الآخرة تحجبنا عن الجنة وتوقعنا أو الإنسان يجد نفسه خلاص على مشارفة أن يقع في النار، إحنا مش محتاجين ده. الدنيا دي زائلة عابرة، رحلة قصيرة خطيرة مزعجة، لازم الإنسان يتسلح فيها بالله، والتسلح فيها بتطبيق اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره أنه يقوم بيه عشان قدر الطاقة يعيش في سلام نفسي داخلي وسلام مع الناس قدر الطاقة. وإن كانت الحياة الدنيا حياة يعني صعبة، ما هيش حياة سهلة، عشان كده نصف حياة الإنسان المؤمن صبر، لازم يصبر على ما يمر به. يا صاحبة السؤال، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأدعو أهل الزوج بأن هم يحتضنوا هذا اليتيم ويحتضنوا حضرتك، لأنك ما فارقتهوش وما سبتهوش، وبرغم أنه تزوج كما تصنع كسريات أو كثير من النساء، فيحتضنوا هذا الغلام ويطلع في بيت أبوه. وأنا عجبني الكلام اللي حضرتك بتقوليه، أنك أنت عندك حرص أنه يبقى عارف أهله، وأنه يطلع وسطهم، وأنه يتربى وسطهم. يعني ده بعض الوفاء الذي يكون والحق لهذا الأخ المتوفى، أن احنا نراعي ده في ابنه ذلك الصغير. ودي رسالتي برضو اللي أنا بوجهها لأهل الزوج اللي صاحبة السؤال الست شيماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة،
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين، نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.